ومعنا لمتابعة مجريات الأمور في فلسطين المحتلة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من رام الله معنا الأستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب. ورحب بك معنا أستاذ عمر. أهلا بك. ومن قطاع غزة معنا الزميل الصحفي أيمن دلول لإطلاعنا على صورة الأوضاع في القطاع. مرحبا بك معنا زميل أيمن. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك لو سمحت أيمن، كيف تبدو الأوضاع في قطاع غزة بعد تلك الساعات التي فصلتنا عن 20 شهيدا وكذلك رشقات صاروخية وعملية فدائية، يعني من العمليات التي تعد من العمليات النوعية؟ كل هذه الأحداث حصلت خلال ساعات ماضية، كيف تبدو الأوضاع الآن؟ يعني في هذه اللحظات نستطيع القول بأن الأجواء غزة لا تزال تأخذ منحى التصعيد من الجانبين، سواء من قبل الاحتلال الصهيوني، نتحدث عن أكثر من 20 شهيد حتى هذه اللحظة في حصيلة جديدة قبل قليل، وشارف العدد حوالي 100 إصابة في صفوف المواطنين. نعم. تدمير لعدد من المنازل، استهداف مواقع للمقاومة الفلسطينية وتدمير ممتلكات للمواطنين كما قلنا. على الجانب الآخر المقاومة الفلسطينية لا تزال تتمدد وتتوسع في مواجهتها لغطرسة الاحتلال الصهيوني. قبل قليل كان تحذير جديد من الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، حذر من خلاله الاحتلال على مغبة الاستمرار، وعقب كل تحذير بالمناسبة يخرج من قبل أحد المتحدثين أو الناطقين باسم أجنحة المقاومة الفلسطينية، نشهد جولة من التصعيد. نعم. يعني نتحدث معكم في هذه اللحظات وتسمع رشقات صاروخية مختلفة تخرج من مناطق مختلفة من قطاع غزة، تحاول القبة الحديدية منعها من التوغل إلى البلدات والمدن الصهيونية، لكن لا جدوى، فكثافة النيران كبيرة في هذه الليلة، ونحن لا نزال في أول ساعات معدودة. نعم. من هذه المواجهة ما بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني. أرجو أن تبقى معنا زميل أيمن، سنعود إليك لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الأوضاع في غزة التي أخذت على عاتقها بقيادة المقاومة والرد على جرائم الاحتلال في الأقصى. أستاذ عمر، يبدو متوقعا ما جرى ويجري خلال هذه الساعات. في الحقيقة الذي يقرأ المشهد الفلسطيني يعرف أن ما جاء على لسان أبو عبيدة قبل قليل حول قوله أن كتائب القسام نادتها القدس فلبت النداء، وأن الاحتلال إذا زاد في عدوانه سنزيد في ردنا المقاوم، كان واضحا أن الأمور ستأخذ هذا المنحى منذ أيام. كيف تقيمون الأوضاع في هذه الساعات؟ أولا لابد أن نحن نحيي ونعتز ونفتخر بالشهداء، سواء المقاومين أو أولئك الأطفال الذين قضوا من أجل تكريس وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة وفي الشتات. الشعب الفلسطيني كله منتفض. أما كيف نقيم الأمر، فالأمر أعتقد أنه الآن يجلس على قاعدته الهرم، إذ أن الشعب الفلسطيني في كل المناطق الفلسطينية المحتلة وفي الشتات كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو بالتأكيد الأعضاء الأخرى ستداعى له، ليس فقط بالسهر والحمى ولكن بمواجهة من يسبب له هذا الألم. نعم. أنا أعتقد الآن هذا هو الوضع الطبيعي، أن جرائم الاحتلال كان لابد أن يكون هناك رد عليها من أهلنا الأبطال في القدس، في الشيخ جراح وفي باب العمود وفي الأقصى، ومن قوى المقاومة في غزة التي أثبتت أنها بقدر المسؤولية تكريسا لوحدة الشعب. وبالتأكيد شعبنا أيضا في الضفة الفلسطينية ينتفض في مواجهة الاحتلال، وتأكيدا على وقوفه مع نفسه حين يقف مع أهلنا في القدس. أنا أعتقد ما نقيمه هو أن المجابهة مع الاحتلال. نعم. تتسع
لتشمل مناطق الوطن كلها. وهذا ما حصل يعني حين وحدت أستاذ أيمن المقاومة الفلسطينية جغرافيا الوطن المحتل وانتصرت غزة للقدس، بمعنى أنه ما قيمة السلاح والقدس تستغيث وليس من مغيث يعني، فلذلك كان لابد من هذا الرد. توقعاتكم بالنسبة للساعات القادمة في ضوء اعتداءات وحروب سابقة ومواجهات سابقة حصلت في السنوات الماضية ما بعد 2014 حتى اليوم، شهدنا مواجهات كانت يعني تبدو لأيام ثم تخبو وهكذا، ماذا تتوقع هذه المرة؟ زميلي أيمن تسمعوني؟ نعم أستاذ يونس، التوقعات حقيقة هناك في الوقت الراهن الواضح بأن هناك اتصالات ومباحثات تجري بعيدا عن وسائل الإعلام لمحاولة احتواء الموقف والتدخل سواء من الأمم المتحدة أو العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية والإسلامية الأخرى، تحاول التوصل إلى استعادة للهدوء ما بين الطرفين، لكن واضح بأن حركة حماس تصر على أن هذا الهدوء إذا أراد أن يعود لابد أن يكون شاملا لما يجري في القدس المحتلة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التسليم بانتهاكات للقدس بهذا الشكل من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال. هذا من جانب. من جانب آخر يعني لا نستطيع حقيقة في الوقت الحالي أن نجزم كم من الوقت من الممكن أن تستمر هذه المواجهة، لكن الراجح بأنها لن تتجاوز عدة أيام. المقاومة الفلسطينية لا ترغب باستمرار المواجهة كثيرا، وكذلك الأكثر منها لا يرغب باستمرار المواجهة هو الاحتلال الصهيوني الذي يعاني عن غياب الزعامة السياسية الموجودة لديه من خلال الفشل في تشكيل حكومته منذ فترة طويلة والانتخابات المتكررة وغيرها. لأجل ذلك التوقعات بأنه نحن نتجه إلى عدة أيام ومن ثم تعود الأمور إلى الهدوء مرة أخرى. ابقى معنا لو سمحت أيمن. أستاذ عمر، في المواجهات السابقة وفي هذه المواجهة إن شاء الله سيراكم الشعب الفلسطيني نقاط إضافية من إنجازاته الميدانية والعسكرية والشعبية، لأنه في المرات السابقة عندما اشتبكت المقاومة مع العدو الصهيوني استطاعت أن تخرج بشكل مشرف وتحقق بعضا من شروطها الجزئية، واليوم الاحتلال يعيش أزمة سياسية حقيقية تتمثل في عدم قدرة نتنياهو على تشكيل حكومته، وبالتالي هو الآن في ورطة ما بين الاستجابة لمطالب الداخل الصهيوني والأحزاب الدينية المتطرفة وما بين التعامل مع الملف الفلسطيني بصفة عامة ولا سيما مع قطاع غزة. يعني أولا دعني أقول نتنياهو عمليا فشل في تشكيل حكومته، وبالتالي هو سواء مع الأحزاب الدينية ومع الأحزاب اليمينية، وأصبح المعسكر المعادي لنتنياهو عمليا هو أكثر من المعسكر المؤيد لنتنياهو، وبالتالي طويت صفحة نتنياهو عمليا. ولذا قد يكون هذا سببا لنتنياهو بأن يقدم على خطوات من أجل الحفاظ على شخصه، من أجل أن يبقى في السلطة. أما على صعيد الشعب الفلسطيني، نعم، ما تلك الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها نتنياهو؟ يعني الاستمرار التصعيد عمليا، واستمرار تصوير نفسه بأنه البطل القادر على أن يقدم لغلاة اليمين الصهيوني وللأحزاب الدينية، أن يقدم لهم دما فلسطينيا، أن يقدم لهم قمعا للفلسطينيين، أن يقدم لهم مزيدا من مصادرة الأرض. هذا ما يمكن أن يقدمه نتنياهو. ولكن دعني أقول أن الشعب الفلسطيني خلال هذه المواجهة المستمرة حتى الآن عمليا نعم راكم إنجازات. أولا مسألة البيوت الشيخ جراح التي كان من المفترض أن يكون البت فيها اليوم أرجعت لحوالي الشهر على الأقل. لماذا أرجعت؟ لأن هناك ضغطا
على الحكومة الإسرائيلية وعلى نتنياهو وعلى المجتمع الدولي كله انحازها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه أرجعت أولا. ثانيا، لم يسمح للمستوطنين اليوم الذين كانوا ينون أن يعملوا أمرين: أولا أن يدخلوا المسجد الأقصى ويدنسوا، وثانيا أن يدخلوا على الأقل بالنسبة لهم من باب العمود، منطقة باب العمود. وأمام الإصرار الفلسطيني وأمام الصمود وأمام المواجهة مع الاحتلال، صباح اليوم اضطر الاحتلال عمليا إلى التراجع وإلى أن يحول بين أو دون المستوطنين. نعم. وتدنيس الأقصى اليوم ودون المستوطنين والاقتراب من الفلسطيني. أنا أعتقد هذا كله عمليا يشكل مراكمة، إلى جانب أن المجلس الأمن يجتمع من أجل يعني الممارسات الإسرائيلية، الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا، للأسف الأضعف هو موقف الجامعة العربية وموقف النظام الرسمي العربي، هذا هو الأضعف. نعم. كثير من الدول الصديقة عمليا تدعم الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد هذا كله حققه الشعب الفلسطيني ببطولته، بصمود أهل القدس، بالتفاف الشعب كله. اسمح لي أسألك بعد قليل أستاذ عمر، هل سيقبل نتنياهو بتجرع كل هذه الهزائم التي لا تبدو سهلة بالنسبة له؟ ولكن بعد أن ننتقل للزميل أيمن، زميلي أيمن، اللافت للانتباه في هذه المواجهة أيضا قدرات المقاومة الفلسطينية التي يبدو أنها تطورت كثيرا في الأيام والسنوات الماضية. نحن أمام عملية نوعية قامت بها سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف جيب عسكري قتل من فيه، وفي ضابط صهيوني كبير بضربة صاروخ كورنيت، ومديات الصواريخ وتعامل المقاومة بهذه الطريقة من الحرب النفسية، كلها أساليب وأشكال من المقاومة متطورة على ما يبدو. نعم، الواضح بقراءة المحللين والخبراء الأمنيين خلال الفترة الماضية أن المقاومة الفلسطينية كانت تعمل في مجال تطوير سلاحها، سواء بقوة وفعالية هذا السلاح أو بالمديات المتعلقة بهذا السلاح، وكذلك مسألة التأثيرات لهذا السلاح ودقة الإصابة وغيرها من هذه المسائل. كان هناك عمل بشكل كبير وكبير للغاية من أجنحة المقاومة الفلسطينية، خاصة في ظل الحصار المشدد على يعني جلب السلاح إلى قطاع غزة وقطع خطوط إمدادات المختلفة، فاستخدمت المقاومة استراتيجيات العمل الذاتي والتصنيع الذاتي للسلاح، نجحت إلى مراحل متقدمة في هذه الإنتاجات العسكرية المختلفة بالإمكانيات المتواضعة التي تملكها. والواضح بأنه المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة يبدو بأن لديها عتادا أشد وأكثر فتكا. نعم. من الذي استخدمته خلال الساعات القليلة الماضية في مواجهة الاحتلال الصهيوني. قادة الاحتلال يدركون هذه الحقيقة ويدركون هذه المسائل المتوفرة لدى المقاومة الفلسطينية، ولأجل ذلك ربما تكون أحد الدوافع الداعية والضاغطة على الاحتلال في سبيل يعني التوجه إلى تهدئة ما بين الأطراف المختلفة، هو مقدرته أو علمه اليقيني أو الترجيحي عفوا لما يمكن أن تمتلكه المقاومة الفلسطينية من عتاد وسلاح من شأنه أن يغير معادلة القوة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني. اللافت أيضا أستاذ أيمن أن هناك التفاف جماهيري كبير وواضح خلف المقاومة، سمعنا شعارات في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وحتى في الشتات كلها تنادي هيا يا غزة ويجب أن تردي على هذا العدوان. ثقة المقاومة أو ثقة الشعب بالمقاومة ماذا تمثل بالنسبة لقيادة المقاومة؟ يعني هذه تمثل حاضنة شعبية كبيرة، تمثل البيئة التي كانت تبحث عنها المقاومة الفلسطينية منذ سنوات طويلة ولم تكن تجدها كما تجدها في هذه الأيام وبهذا الشكل. الشعب الفلسطيني يشكل البيئة الحاضنة لهذه
المقاومة وحقيقة تشكل دافعا للمقاومة الفلسطينية، سواء في يعني الحركة بأريحية في استخدام استراتيجياتها العسكرية في مواجهة الاحتلال، أو في إمكانية دفعها للاعتماد أكثر نحو الاستمرار أكثر وتوجيه ضربات موجعة أكثر للاحتلال الصهيوني دون الخشية من أن يكون هناك انسحاب من قبل الشارع الفلسطيني. هذا التفاعل الشعبي الكبير كلما كان ظاهرا، وهذا ما لمسناه بالمناسبة في هذه المواجهة مع الاحتلال في هذه المرة أكثر كثيرا من المواجهات السابقة، رغم أننا نتحدث في البداية يعني معدودة. نعم صحيح فقط. صحيح، ابقى معي يا أستاذ أيمن. أستاذ عمر، يعني هذه نقطة، نقطة الامتداد الشعبي للمقاومة والحاضنة الشعبية مهمة جدا، لأن نتنياهو كما استسألت قبل قليل معكم لن يقبل بهذه الهزائم المتكررة. أنت ذكرت أستاذ عمر في الشيخ جراح حزم وتراجع حسب قرار المحكمة، أجل المحكمة إلى شهر ولا شهرين، وفي المسجد الأقصى لم يستطع تستطع جماعات المعبد من دخول الأقصى لهذا اليوم واقتحامه، والآن هو مع غزة، وفي نفس الوقت المقاومة الفلسطينية تؤمن بأنها تمثل شعب صامد وشعب مغوار، وبالتالي لن تتراجع عن مطالبها وأهدافها. يبدو أن هذه المواجهة ستكون حاسمة هذه المرة. يعني هي معادلة الحقيقة، يعني كلما كان الشعب الفلسطيني ملتفا حول مقاومته، وكلما استطاعت المقاومة أن تجد الظرف المواتي لتحقيق هذا الالتفاف، خصوصا حين يكون هذه المواجهة دفاعا عن القدس وليس دفاعا عن ذات المقاومة أو عن سلاحها أو عن أعضائها أو حتى عن أهلنا في قطاع غزة، حين يكون الدفاع عن الأقصى وعن القدس وعن الشيخ جراح، حين تهب المقاومة لذلك، هي عمليا تجد الحاضنة الشعبية على امتداد الشعب الفلسطيني. نعم. ولذا هذا الأمر يأخذه أيضا نتنياهو وأركان حكمه بعين الاعتبار. أنا أدرك جيدا أنني من مصلحة نتنياهو الشخصية والفردية أن يستمر وأن يصعد في هذه المواجهة التي ما زالت قائمة، هي لم تنتهي. نعم. لأنها نعم هي في بداياتها، ولكن عند في كيان الاحتلال صحيح أن المستوى السياسي له قرار بالمحصلة، ولكن الأجهزة الأمنية وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش الصهيوني عمليا هم الذين يحددون إذا ما كان الظرف مناسبا أو غير مناسب لخوض. نعم. مثل هذه المواجهة، أنا أعتقد إذا أراد نتنياهو أن يصعد في هذه المواجهة سيجد من قادة جيشه ومن أركان أمنه ومن الشباك. نعم. من يقول له أن الجبهة الداخلية الصهيونية ليست جاهزة لمثل هذه المواجهة، وبالتالي أنا لا أعتقد أنه قادر رغم رغبته على أن يذهب إذا بهذه سيتجرع المواجهة سيتجرع هزيمة لمديات. نعم. سيتجرع هزيمة أنا جديدة إن شاء الله. نعم سيتجرع الهزيمة ولن يستطيع أن يصعد في المواجهة مع المقاومة. شكرا لك أستاذ عمر عساف الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله، والشكر موصول للزميل الصحفي أيمن دلول من قطاع غزة.